واحد بيقول هل يوجد في المسيحية ما يسمى بالقدر أو النصيب أو المكتوب؟ في معرفة الله السابقة، لكن كل إنسان حر في تصرفاته الأدبية، مش يسرق ويقول مكتوب لي أسرق، لا مش مكتوب لك تسرق، أو ينصب على الناس ويقول قدر الله لي هذا النصب، ربنا ما بيقدر لكش النصب. هو الواحد بيعمل بإرادته خير أو شر، فما يقولش ما قدر لي وما كتب علي. واحد يتجوز زيجة خطأ بدون عقل وبدون تفكير ويقول مكتوب لي ان انا اتجوز البنت دي، لا مش مكتوب لك، انت اللي ماشي غلط.